عشان نطمن على حالة الجو بينضم لنا على التليفون الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور أحمد. صباح الخير على حضركم وعلى السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا دكتور. يعني عايزين نطمن، امبارح قرينا الجو إلى حد ما مستقر بقالنا يومين والحمد لله، والنهاردة التالت على التوالي، بس قرينا امبارح يا دكتور إن في احتمالية عودة الأتربة مرة تانية، هل ده حقيقي؟ هو فعلا بدأ من النهاردة نشاط الرياح على أقصى الساحل الشمالي الغربي، يعني عند السلوم سيدي براني مرسى مطروح، مثير ماله أتربة، لكن إن شاء الله مش هيوصل لحد العاصفة. من بكرة يتقدم النشاط ده ليشمل شمال البلاد، يعني يبقى الساحل الشمالي بالكامل، وجه البحر والقاهرة، يبقى في فرص لنشاط الرياح مثير ماله والأتربة، قد يصل لحد العاصفة على أقصى الغرب بكرة، يعني ناحية برضه السلوم سيدي براني مرسى مطروح والصحراء الغربية. هيستمر معايا نشاط الرياح ده غدا، بعد غد يهدأ، ولكن من يوم السبت يرجع السبت وحد تاني نشاط الرياح مرة أخرى. نعم، طب يا دكتور بالنسبة للأمطار، ما فيش فرصة لسقوط الأمطار الفترة اللي جاية؟ أنا عندي من يوم السبت في فرص سقوط أمطار. نعم نعم، بشكرك جدا دكتور أحمد عبد العال، كنت معنا هاتفيا.